صراحة أجبتنا وحاولنا بغينا الهدف منها هو تشجيع السياحة وريادة المنطقة وتسكن منطقة مرزوقة. بالنسبة للمدعمين اللي كانوا معنا كنشكروا الجزائر كلها وكنا مسؤولية اللي صراحة حنا الباب ديالو المحل ديالو ودرنا ما بغينا فيه كما شفتوا. وكنشكروا أيضا مجموعة الشلوكة في عن شركة الشلوكة هاد النسخة اللي عجبني ديال بزاف من المطاف اللي طرات المطاف هما الزائد اللي واحد اللي كيكتب واحد العالم معروف على القراي القار اللي خريطة هو معروف على القراي هادو طراتو يعني كيكون طراتو خاصيت يعني راه هو يعني الكارفور يعني هادي طراتو مزيان